ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، وكل إعادة فإفادة باش غنسولوا المواطنين واش نتوما مع القرار إغلاق الحمامات ويفتحوا غير 3 أيام في السيمانة؟ قال لك حقا كاين الجفاف. غنشوفوا المواطنين واش مع هذا القرار ولا ضد القرار. أجوا معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ بخير. الحمد لله اللهم لك الحمد. أنت واش مع القرار إغلاق الحمام ويتحل غير 3 أيام في السيمانة حيت قال لك كاين الجفاف أو ضد القرار؟ شوف، هي صراحة على أنهم الدولة العميقة كالمملكة المغربية خصها تكون عندها واحد دراسة كبرى الآفاق المستقبلية ديال الجفاف، لأنه هذه الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى. خطرة كيعطينا، خطرة ما كيمنحناش، هذه إرادة الله. ولكن حنا ما يجب فعله وأن يكون يجب أن يكونوا مهيئين في الآفاق المستقبلية من حفر الآبار ومن خزان الماء. مازال عنده الدور ديالو نظرا لبعض الناس للأمراض المزمنة اللي تلجأ للحمام. وهذا بالنسبة لك تفكيرهم على مصاب على الحمام، راه ماشي الحمام اللي كيضيع الماء، راه بزاف ديال الحاجات. بالنسبة كنقول لك عند التفكير العميق، راه كاينين مناطق اخرى اللي كتهضر المياه، منهم اللي عنده فيرما قطعت سخط الله، ومنهم كاينين الناس مسؤولين كبار اللي كيجبدوا كمثال في مدينه مكناس، ساري السواني كاين اللي داه كامل كيزرع به كي 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 كيسقي به. حنا ما نشوفوش غير الحمام، حنا دائما كنضر. شوف يعني حنا قدامين ساكن بحال حنا دائما كنضروا من الابواب الضيقه، ما كنفكروش بواحد الافق تفكير عميق وافق مستقبليه. رحمه الله وبركاته. الشريفه انت مع اغلاق الحمام ويحل غير 3 ايام في السيمانه، مع ولا ضد القرار هذا؟ هذا وقيلا ذات القرار، ذات القرار. علاش ما يسبى اليوم على الحمام؟ فين هما الوزينات الكبار؟ فين هما البني ما كيهش حتى هو يا البني؟ بزاف ديال البني ما كيهش الماء. البني مناش كيتبنى، مناش كيتبنى بوحدو هكا الدار تطلع ما كتهش الماء. بان اليوم الحمام. الوزينات بان اليوم على الحمام، حنا كيفاش نموتوا يدفنونا بلا ما يغسلونا؟ مسخين. حنا مسخين، إذا نحيدوا الوضوء ونولوا ما بقيناش نصلي ونتوضا. أنتيمو ما بقيناش. ونديروا النية. ونديروا النية، هذا الشيء اللي كاين، ويحيدوا لينا رمضان ما بقيناش نولوا نغسلوا الماعين ونولوا نجفوا ونطيقوا ونولوا. أنويوا ونحطوا يدينا على الماعين. أنويوا ونحطوا الماعين ناكلوا من مكاك بلا غسيل. بكل تواضع. ويدفنونا بلا غسيل بلا ما يغسلونا. هذا الشيء راه ماشي قانون. لا بغاو يديروا شي حاجه يطبقوها على جهه وحده، ينوضوا على كل شيء. إذا ما تلابات عليهم وتيسقوا الجرادي وتيسقوا الفلاحه وتيسقيو وهذا الشيء معقول؟ حسبينا الله ونعم الوكيل. بغاو يخلونا مسخين. بغاو يخلونا مسخين وغيدفنونا مسخين، تقلنا عليهم بزاف. الله ياخذ الحق. حقا كاين الجفاف. ما كاين لا جفاف لا والو، هذاك الشيء قادر به الله. حنا ما علينا والو، الله قادر بذاك الشيء. حنا عايشين دابا الحمد لله، كي معاهم قريب كي مزيان الحمد لله. تحي خويا، كي جاك القرار ديال اغلاق الحمامات وبداو يتحلوا يعني 3 ايام في الاسبوع، قال لك حقا حيت كاين الجفاف؟ تيقني يا خويا وتامن بالله، قسما بالله لما غير الباح مشيت الحمام باش نعوم، انا نيت لقيت الحمام سادا. قال لك يحلوا حتى نهار خميس واثنين، اما سمعت وقيل ولا الحد، عاد كيفتحوا عاوتاني من اثنين عاوتاني تجمعاك. انت مشيتي لقيتيه ساد؟ لقيتو ساد. انا بيني وبينك اخويا هذا الحمام اللي غادي يسدوه، كيقول لك كاين جفاف في البلاد، كيفاش الناس اللي عندها فيرمات اللي عندها جردات اللي عندها لابيسين الحمامات ديال الدار راه تحيدو من الحمام؟ ماشي الحمام ضايع ضايع، لا تسدو، سدو على كل شيء بخطره، فهمتيني؟ خلوا يومين السيمانه سدو على بنادم كل شيء، اللي عنده شي بلا اللي عنده شي مثلا اللي عنده شي ما يدير احتياط باش يقول ضايع. لا ماشي لنا جفاف، ماشي لنا والو، كاين حتى شي حاجه ما فهمت اخويا. مو الحمام كاين كيكون خدام كيمسكين كسال، عنده 4 وليدات ولا 5 ولا 3، سدتي عليه الحمام على 3 ولا 4 ايام شنو ياكل ولادو؟ اللي مقابل الحمام شنو ياكل ولادو؟ ولاد طياب هذا الحمام مسكين، او اللي مقابل الحمام شنو ياكل ولادها؟ شنو عاد باش تخرج الزنقه؟ فهمتي انت؟ ما فهمتش. شوف لكن يطبق هذا الشيء خصو يطبق على العموم على كل شيء. هادو بغي يخليونا مسخين واقيلا. واخويا اش غادي نقول لك؟ ما اش غنقول لك انا؟ بالنسبه لي بلا ما كيكون عيان داغ داغ مسخسخ كيمشي الحمام. بحال دابا انت كنتي غتمشي تكمد عظيمات كتلقيتي سير. والله اخويا لما كنت عيان البارح جريت ومدقدق ومسخسخ بغيت نمشي الحمام باش نرتاح نطلق، فهمتي؟ نطلق ما مزيان نطلق اللحم ديالو باش نرتاح. يقول لك الحمام مسدود؟ راه ما تقبلش. اش نجيك من الاخر اشهر ولا ضده؟ لا انا مع القرار يسدو حسن.
يعني كاين الجفاف اه كاين الماء ما عنده ثمن. تيبغيتي الحمام يسدو؟ اي سد. وفين تغسلي عظيماتك؟ مره فشحال منا مره فشحال مره فشحال منا اش غيطرا كاع ما كاينش المشكل باش بنادم يتربى يعرف الماء شنو هو. وهذوك الناس مساكن اللي خدامين في الحمام شنو يديروا؟ مالهم هذوك راه عندهم ما ياكلوا مالهم؟ ما الطياب والطيابه عندهم ما ياكلوا معلوم عندهم والكسال والكساله وعندهم باش عرفتيها هكاك عندهم ما ياكلوا؟ عندهم ثلاث ايام في السيمانه يسدوا ما ثلاث ايام في السيمانه يموتوا عباد الله كاين كيضيعوا فيه الماء كيضيعوه شكون الرجال ولا العيالات؟ العيالات كثار كيقول لك كيخلصوا داك جوج دريال كيحسب راسهم مع شنو مخلصين كوب ما كيخرجوا من داك الحمام حتى كيخووا حتى كيخووا الماء حتى كيخووا داك البرمات كاملين. يعني انت مع هذا القرار ديال انا مع القرار اقتصاد الماء يكونوا خدامين عند هذوك الناس في الفيرمات كيضيعوا حتى هما كيديروا التيوب بقاو يسقيو ويديروا راه كرك عارف الدنيا حتى هما خصهم يحبسوا عليهم الماء حتى انا مجربه حتى انا كنت كنضيع الماء كنتي كتضيعي الماء كنت كنضيع الماء وما تبقايش تضيعي الماء ولكن الجفاف ولكن دابا عرفت الماء شنو هو عرفتي الماء دابا شنو حيت حيت انا في العروبيه عرفت الماء مني كيفاش كيجي وبعيد وهاد الخطره مابقيتش تضيعي الماء بكل التواضع ما تضيعوش اي الماء جمعه ولا هذه بلاد ما كيبغي يتوضا فهمتينا الجماعه الى اخره الحمام مهم ودابا هاد الناس اللي عندهم الماء ديال البير تا هما يحرموهم ولا شنو انا ما فهمت والو في هاد الشيء انا الحمام دابا الحمام ديال الاحياء الشعبيه عندهم الحمام ديال البير راه كيستولوا في غادي هاد الناس هادو انا ما فهمتش هاد الشيء ديال الناس هادو راه ما عندهم لا بيسيان تلقى 500 ديال لتر ديال الماء كيعوموا بها وعندهم الفيرمات ديالهم فهمتي الفابوكا هادي الى اخره هادو ما تفليباو هادو دابا نعطيك على ثلاث ايام مثلا اللي عطاو ولا اربع ايام راه غيسلكوا فيها نفس داك الشيء العدد اللي هادي راه دابا كيبغيو يديروا داك ما عرفت المهم هاد التسير ديالهم هادو ما فهمتش كيفاش هاد الناس هادو لا اله الا الله محمد رسول الله انت ضد القرار هذا ضد القرار هادو راه غيتعاقبوا هادو بواحد الدنيا قبل الاخره هادشي اللي كيديروا اسمو بنادم يخليو بنادم حتى ديك الوقت ديال الخميس والجمعه ديال باش يكون هنا الكثيرات ديال الناس الحد هادي هذوك الناس كيجيو الناس ديال الخميس والجمعه اللي غيصليو الجمعه ويجيو عاوتاني السبت الما خدامينش هادو هادو ما بغاوش يخليونا نغسلوا ذنوب بنادم ودابا هادو بغاو كلشي باش يوليو يضربوا لهم في الحمامات فهمتي يوليو